السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا جراند أونلاين أكاديمي لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. أنا معلم عمر عبد عمر لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت في جراند أونلاين أكاديمي. نعقد فصولا جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، وشاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو. عنوان الدرس اليوم يتحدث عن عند الطبيب. عنوان الدرس عند الطبيب. عند الطبيب. الطبيب. الضغط مرتفعا والسكر أيضا، ماذا حدث؟ الضغط مرتفع والسكر أيضا، ماذا حدث؟ الطبيب يسأل المريض. أجاب المريض: تناولت دواء الضغط ودواء السكر. تناولت دواء الضغط ودواء السكر. قال الطبيب: أعتقد أنك لم تتبع الحمية الغذائية، حالتك خطرة. الطبيب قال له: أعتقد أنك لم تتبع الحمية الغذائية التي أعطيتك إياها سابقا. مثل قال له الطبيب: تأكل هذه الأشياء ولا تأكل هذه الأشياء. والطبيب لم يلتزم، والمريض لم يلتزم الحمية الغذائية. المريض: هذا صحيح، فقد تناولت الكثير من السكريات والدهون، ماذا أفعل؟ الطبيب أعطاه نصيحة أخرى: اتبع الحمية الغذائية ومارس الرياضة وتناول الدواء. اتبع الحمية الغذائية ومارس الرياضة وتناول الدواء. ما شاء الله، هلكني وجراند أونلاين أكاديمي، وإحنا معلك بحنية كورس اللغة العربية جراند أونلاين أكاديمي. عنوانك 10 كان منطقة لنا وحويا عند الطبيب وحويا اختارك أكتيس رقف حنوصلي اختارك وتي أسوك وربي 10 كان مركب عند الطبيب يختارك اكتيسا الطبيب يختارك في رياح المركعة خفكي بو مكاس شاي باري وباري. الضغط ديكاركا مرتفع حبو كحسيني ديكار، والسكر معانكونا ايضا سيدوكر ادوكو كحسيني، ماذا حدث معاك بولاي؟ المريض نكي حلوسني وحكو لها: تناولت وحنوني الدواء دوذي من هنا الضغط ديكاركا ودواء السكر يدودي معاك لبضا بوان بريبوري. الطبيب نختلك بوحيري: أعتقد وحنا مريانا أنك أذب لم تتبع مع الرعين الحمية، حمية وحويا نختلك إلى هذا أنتوي كاعون أنتوي كسكرت كبارة تاسكيرة أنتوي كبارة تاسكيرة أنتوي كاعون نظام فاكو سيو أي الله الحمية القدائية الحمية الحكومية. أعتقد وحنا مريانا أنك أذب لم تتبع مع الرعين الحمية نظام كان كل شيء القدائية، حالتك حاطة وخطيرة، خطر بك صغير. المريض نكي حمسني وحي لهذه: هذا صحيح تاسوه صح، فقد تناولت واحد مني كثيرا فربضان أو من السكريات سكر فربضان بنا مني وحيالي من معهم كفر البدين حلود هريسة وحيالي فربضان مني والدهون يوحيالي يكون بدين صغر قنون مني، ماذا أفعل؟ مع السمية ونختار كيف من هذه التلوي الدينية سكر فربضان بنا مني وحيالي هيفات سكر بدين بنا مني مع السمية. الطبيب نختار كيف يري: اتبع راع الحمية، حمية نظام كي قدر يكون لك يكون وحاون وحان حمان وحاسك إرادي سكر تبضل اسك يري نظام بكون لك الرعب بكو يري، ومارس واحد سمي تصيده كلا الرياضة سبورتسك وتناول واحد قادتا الدواء دواء أنكسي. ما شاء الله. سنقرأ الدرس مرة ثانية باللغة العربية. عند الطبيب. الطبيب: الضغط مرتفع والسكر أيضا، ماذا حدث؟ المريض: تناولت الدواء الضغط ودواء السكر. الطبيب: أعتقد أنك لم تتبع الحمية الغذائية، حالتك خطرة. المريض: هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون، ماذا أفعل؟ الطبيب: اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء. ما شاء الله، وحسوك أنك بقبضي عشر كينا هلكن وجراند أونلاين أكاديمي وحن قادرنا فصل الله صب ألو برانيو اللغة العربية قاب أونلاين وحن نقرص وحرير دونتان نمبران تاكو قران شاشة دهوستيدا. هنا جراند أونلاين أكاديمي لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، وشاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو. نأخذ فصولا جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، وتواصلوا معنا بالأرقام المكتوبة أسفل الشاشة. والسلام عليكم.